نوصف لكم محمد ياسين، ولدي محمد ياسين كان رجل من صغره، من صغره هو باغي يخدم البلاد، من صغره هو متمني يجي للبلاد ويخدمها، من صغره اللي كانوا غير جدودو والديه كان الاتجاه ديالو هي العروبيه، فضل على اي حاجه في المنطقه الشاويه. ولدي ما خلاوش كمل المشروع ديالو، ولدنا حبسوه، ولدنا وطني مخلص، تبع الاشكال وتبع الوطن وتبع كلمه محمد السادس اللي كان باه في القصر، عمره ما خان محمد الحسن الثاني تخرج من عنده بسلام، بسلام وبالرضا ديالو. أمه كانت مستشارة كبيرة في المجلس الأعلى، عمرها ما تقيدت عليها شي حاجة، واللهم لك الحمد والشكر. كان غادي يكمل المسير ديال والديه، ولكن غصبوه لينا، غصبوه لينا، حنا كنطالبوا في حقنا ونطالبوا محمد السادس يوقف لينا في حق هاد الحق. الحاجة في نظركم يعني المرحوم يعني هادشي اللي مشى؟ حنا عندنا واحد داخل اخته خوه مراته كلشي، حنا العائله كلها حنا مصدومين، وعاد سيعز عليه المواطنين ديالنا كاملين بالكبير بالصغير، بالكبير بالصغير. كان باغي محمد ياسين يشوفوا فيه النظرات البعيده لهاد البلاد كلها، ما كنقولش غير المنطقه الشاويه ولا المدن، كان هو رجل جاي واعي، عارف اش كيمشي في البلدان، عارف كيف كيسيروا البلادات، وجاي باغي يقول لنا داك الحضاره تاعت البلدان الاخرين اللي حنا كانت عندنا حضاره سابقه، حنا العرب عندنا حضارتنا، ولكن وضرناها بالغش ديالنا، وضرناها بالغش ديالنا. هو كان بغى يعاود يحيي ديك الحضاره تاعت العرب كلهم. هادشي ما نقولش في نظركم الحاجه بعد الرحيل ديالو الله يرحمه، واش نقدروا نلقاو شي واحد يعوضه؟ احنا كنا ان شاء الله نتمنى الخير في امتي، الخير في امتي، الخير في امتي، الخير في امتي، نتمنى الله من محمد السادس، نتمنى هاد المجرمين قياده محمد السادس يهديهم الله، لان حتى محمد السادس اي خطاب كيعطيهم انذار، ولكن ما كيتبعوش الانذار تاع محمد السادس. هادشي اللي كنقولوا، نصر الله المالك. شكرا لك الحاجه. محمود السعيد عليه الرحمه، راجل طيب وخدم في البلاد ونشط البلاد، وكان راجل جيد وكان راجل خدام بالمعقول، الله يرحمه ويستعليه، الشركه ديالو الله يرحمه ويستعليه، والله يرحم الجميع بجنه بشافيه. صبر الفقدان ديالو دابا وهاد الوفاه اللي كتبها الله، واش غادي نقدروا نلقاو شي واحد بحالو مثلا؟ شوف الله اعلم، ما نقولوا شي حاجه اللي كان راجل جيد، يعني بمعنى المنطقه ضاعت فيه وكل شيء ضاع فيه، ودع للبلاد ودع لكل شيء، هذا دع الكبير ودع الصغير، الله يرحمه ويوسع عليه. وين داك الشيء كتبوا الله تبارك وتعالى، ما عندنا ما نقولوا، لا اله الا الله، الله يرحم الجميع. الشيء اللي كنطلبوا الله تبارك وتعالى شريف، شكرا لك، والله يحفظه، امين، الله يرحمه ويسعد عليه، راجل فيه الخير، الله يوفقه الخير، الله يلاقي مع الشيء ديال بف الخير، امين يا رب، هذا اللي كنقولوا، نطلبوا الله يجعلنا وعليه، يا ربي امين، يا ربي، يا ربي، الله يحفظه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شي كلمه بحق المرحوم السي ياسين الداودي الله يرحمه. المرحوم سيدي الله يجزي عليه الرحمه كان راجل مخير، راجل مزيان، كان صلاح البلاد، صلاح القبيله، واقع مزيان، كيخدم صوب السوق، صوب الطرقان، صوب الضو، صوب الويدان، الماء، ما خلى ما دار. زعما راجل مناضل، راجل ما نذكروش عليه. هاد اللحظه اللي حنا فيها دابا ديال تشيع الجثمان ديالو شنو كتعني؟ نعم، هاد اللحظه هادي اش كنتفسروا فيها؟ اش كنشوفوا فيها؟ كنشوفوا فيها راك شتي كلشي على عينك، تشيع ديالو تو ديال لحظه الوداع كيودع المسكين، وييه راجل مخير صاحبي، وشو الواقع اللي وقع به كيفاش؟ مشاني نقول راجل ما مدروش، ما مدروش القبيله اي حاجه دارها، اي حاجه صوب سوا، صوب الشوان، صوب الطرقان، داير الماء، داير الواد الحار، ما خلى ما دار. داير البطوار، داير البطوار، داير البطاور، داير. الآن واحد ديال الدولة كامل يمشي ليه الحام في المكان، الدير كاميو. البطوار كان صوب كل شيء، صوب الدوشات، داير الطواليطات، داير الكهرباء، الطاقة الشمسية، داير مستعر الحبيب ديال الدهون،
احنا ما دار دار غادي الصلاح دار الحوانت الجيجيه دار قهاوي دخل ما دار في الاخر مسكين ما كملش الله عليه الرحمه يا ربي امين كان بين وسط القبيله وكتب عليه الله تبارك وتعالى الله يرحمه الله يوسع عليه السلام عليكم ورحمه الله السلام وقفنا راه ما عطيه الا كخدام كاخ كخدام الا كخدام هذا الشيء ديال الجمهور راني زاك خدام يعني هذا خير ودليل صافي هذه كافيه هذه كافيه الشيء ديال البشر شكرا لكم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه السلام جوج كاين اللحظه ديال الدفن كاينه صافي يلاه هذاك هو اللي وقع ديك هو اللي خاف منه في الاخر واش ديت الزوجه ديالته ووليداتو واقفين تفاير صافي 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 ابارطاجي معاك الصفات كاملة المغرب كامل رجل كان يعني استثنائي قدر نقوله في زمن قل فيه المواطنين كان وطنيا كان مخلصا دليل على ذلك وأنه ما كانش كيخدم غير بيسر ما كانش كيخدم غير الشوية وإنما حتى التنقلات دياله المساهمة دياله في واحد مجموعة من المنتقيات الدولية سواء على مستوى إفريقيا سواء على مستوى أوروبا أظهرت على أن الرجل فعلا وطنيا يخدم ليلا ونهار من أجل منطقته من أجل المغرب رحم الله سيد محمد ياسين الداودي عزاؤنا واحد في سيد محمد ياسين الداودي أتمنى من الله العلي القادر أن يرحمه وأن تتم تلك المشاريع دياله وتلك الطموحات ديالو كنتمناه واش كاين منتخب المستوى ياسين اليوم غادي يقدموا له مشاريع كبرى اليوم كاين مشاريع على المستوى الافريقي كاين شركات ريجيستر استثمار هنا كاين يعني كنتسائلوا مصير هذه المشاريع الكبرى واش كاينه كفاءات فعلا اللي تقدر انتما كتمسك المنطقه وغيروا هذه المنطقه انا بالنسبه لي السؤال ديالك على واش كاين منتخبين ولا راه كاين منتخبين ولكن واش غادي يطبقوا نفس البرامج ديال محمد ياسين اقل منها او اكثر منها ما يقدرش يجاوب على هذا السؤال الشراكات اللي كان داير مع الشراكات اللي كان ديجا مدير مع بعض المنظمه في الشمس ديال الفلاحه والتنميه ديال المدينه نظركم. بالنسبة له كمؤسسة راه كندير شراكات كاين الشراكات كانت مؤسسة لأن ما يسمى مؤسسة الشراكات إذا ممكن من يأتي إلى خاصو كان عنده كذلك طموح في استكمال هذه المشاريع راه بطبيعة الحال غادي يكملها فالكل كيتساءل اليوم على هذوك المشاريع اللي كان بدا هو واش غادي تكمل ولا لا هذا سؤال آخر واش هذاك السيد غادي يجي بلاصتو غيكمل المشاريع ولا لا هذا هو شكرا لك